عليكم مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من مواطنون مع وقف التنفيذ. تلخص معاناة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر واقعا مأساويا لهذه الشريحة من المجتمع التي تحتفل في 14 مارس من كل عام بيومها الوطني، وهي المناسبة التي تعيد إلى الواجهة الهموم اليومية التي يعيشها هؤلاء: تهميش وإهمال ونظرات الإزدراء، كل ما يطالبون به هو الرحمة وحياة أفضل. ما هي أهم وجوه معاناة هذه الفئة وأهم انشغالاتها، وما هي أهم مطالب هؤلاء الذين يستغلون عيدهم الوطني لإطلاق صرخة جديدة؟ حال ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر في يومهم الوطني هو ما سنحاول تسليط الضوء عليه اليوم في حلقة جديدة من حلقات مواطنون مع وقف التنفيذ. كاع الجزائريين راه لبس عليهم. ياه، واش راه صاير فين؟ نلعبوا بروسنا والريح يزمر فيه. قال لي اللي يعرف كيما هكا يتحدث، يجي يشوف صاير في العباد. كاين العريان وكاين اللي ما عندوش الغطا كيما هاكم، وكاين هذا الذراع عطاه لي غير واحد يسطره وهو مطيره. ربي خذ حقك. كاين اللي شيعان، وكاين العريان، وكاين اللي ما عندوش ما يسقف، وكاين ما عندوش حتى ما هي يجيب شغل تلمع. واش راه صاير فيه؟ واش عدو عدو حتى حاجة المخلوق؟ لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا معنا إلياس فلالي الناشط في المجتمع المدني من الجزائر. مرحبا بك أستاذ إلياس. أهلا بك أخت سمية، شكرا على الاستضافة الكريمة. أشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة أستاذ إلياس فلالي. أستاذ إلياس فلالي، معاناة لا تنتهي لهذه الفئة التي تعاني في صمت، هذه الفئة المحقورة المنسية المهمشة، تشعر بها يعني أنت تشعر بها أكثر مننا نحن يعني، وتحتك بها أكثر عن قرب. كيف تصف حال هذه الفئة أستاذ إلياس فلالي في هذا اليوم؟ والله نشكرك على اختيار هذا الموضوع، يعني موضوع يعني خاصة في هذه المناسبة. والله الاهتمام حتى هنا في السلطات اهتمام بهذا الشريحة، إلا في هذه المناسبات يعني لا غير، إلا أمام كاميرات التلفزيون وبعدين كل العام في عناء السلطة. والحاجة رحمة الله عليها لخصت معاناتها، قالت لهم الأرواح يجيو يشوفوا الواقع الأليم. المسؤول اليوم يخرج من المكتب نتاعو فكيف يعرف؟ وبالتالي احنا نشوف يعني اذا تكلمنا على هذه الشريحه الاقسوميه، نعم، نتكلم على الشغل يعني شبه منعدم، اللهم الا بعض الشركات يعني محترمه فيها ما نقولوش يعني واحد يكون عادل يعني نسبه من العماله. حتى هذه النسبه من العماله عندها، نتكلم على مشاكل تاع المرور الاكسيسيبيليتي يعني الطرقات يعني التنقل، نتكلموا على التمدرس، نتكلموا على الصحه، نتكلموا على يعني الرياضه يعني هذا اخر اهتمامات تاعهم لان ابسط الاشياء الحقوق ما عندهمش، نتكلموا على السفر، هذه السفر انتهى. فهم محتاجين، هو يقول لك تكلمت مع كثير من هذا، يقول لك انا 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 محتاج اكسبتي وين نمشي يعني. يعني الاداره اليوم مقفل عليهم، البريء حتى اللهم الا بعض الشركات مثلا مثل سيال اليوم الا في البدايات الجديده، وما فيش يعني محاوله ولا مجهودات لكي يعني نحاولوا نلقوا حلول حتى في البنايات القديمه، ممكن ولكن الاخت كريمه ما فيش اهتمام. انا نتكلم معك اليوم كان المفروض نتكلم معك عن طريق سكايب، ولكن لا حياه لمن تنادي اليوم. احنا في هذا المجتمع احنا نطور في التخلف، خبراء في تطوير التخلف. يعني الجزائر تصنف في اخر البلدان فيما يخص الانترنت، يعني احنا الناس ما نسمع وقيل ما نسمع دوله خاصه، وانا نحس
والله بعض الاحيان الرسوميه نجلس نحس كانني نحس بهذا كله، لان لما ما تكونش عندك كونيكسيون تاع انترنت وما عندكش لاكسي وما عندكش بون دي بي، والله العظيم الحياه يعني كان ما الناس يسرقوا في وقتك وراهم يعني نحيوك لاكسيسبيليتي هذيك اللي مخصوصه يعني الانسان يحس انه معاق علميا استاذ الياس. يعني كل جانب يا اخي يا اختك سمية، يعني اعاقه حتى هذا كثير من المسؤولين هم في الحقيقه هم يعني المعوقين، هم المعوقين الحقيقيين، لان ما يعني ما يخافوا ربي ولا يخافوا ولا حتى اليوم الحمد لله يعني في كثير من 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 ذوي الاحتياج الخاصه اللي عندهم منبر من خلاله، يعني وهذا المنبر اللي راهو يعني كابوس تاع السلطات صراحه الحمد لله على يعني شبكات التواصل الاجتماعي وخاصه الفيسبوك اللي من خلال الشعب الجزائري يطلع على كل هذه الالام والامال تاع هذه الشريحه اللي محقوره وغير مهتم بها، ينظر لها بواحد النظره يعني والله بعض الاحيان يعني الاولياء حتى يزابوندون لوزوبو، يعني يتخلاو ما يقدروش لا ما لا 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 يعني اقتصاديين ولا ملياردير ولا حتى عياو تعبوا الناس تعبوا وبالتالي ماهمش قادرين حتى باش يتهلاو في ولادهم. استاذ الياس اذا سمحت ابقى معنا، ينضم الي الان عبد الكريم مزهود رئيس جمعيه المعاقين للتحدي والصمود من الجزائر. مرحبا بك استاذ عبد الكريم مزهود. استاذ عبد الكريم، يبدو ان الاستاذ عبد الكريم مزهود لا يسمعني. اعود اليك، تسمعني استاذ عبد الكريم؟ يبدو أن عبد الكريم مزهود لا يسمعني في انتظار الاتصال به مع الإخوة التقنيين. أعود إليك أستاذ الياس فيلالي، إذا تحدثنا عن إدماج هذه الشريحة أستاذ الياس فيلالي في المجتمع، يعني هناك فيما يتعلق بالتوظيف في المؤسسات الحكومية والخاصة نسبة 1% من تعداد عمالها من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذه النسبة تعتبر ضئيلة جدا، يعني حتى إذا تعرضوا إلى مسابقات للتوظيف وامتحانات يعني ترفض طلباتهم من الأساس، ما تعليقك أستاذ الياس؟ الأخت سمية أنا معك، يعني النسبة ضئيلة جدا صغيرة تدل على عدم الاهتمام هذه السلطة، هذا الازدراء والاحتقار، ولكن قبل التوظيف يا أخت سمية أهم شيء يطالب به الإنسان هذا ذوي الاحتياجات الخاصة هو الاكسسبيليتي، يعني يكون عنده مجال يمشي، يعني رصيف يعني محتل، طرقات محتلة، يعني ما فيش مرور للإطار، ما فيش يعني الانسان هذا دائما مسكين يستنى انسان يساعده، وفيه بعض الناس مساكن والله في العمارات في طوابق عليا يعني سابع وثامن والله يدفعوا حتى 500 600 700 800 دينار لكي يطلعوه من نفس الدور، يعني تصور انت انسان يكون انسان ثقيل فما يلقاش له، يعني يلقى ممكن انسان يساعده يوم او يومين، ولكن نتكلموا على يعني على المدى الطويل لازم يدفع، وبعدين المنحه اللي يعطوا لهم يا سمية يعني سنتحدث عن المنحه استاذ الياس فيلالي اذا سمحت، سنتحدث عن المنحه هذه الضئيله والزهيده التي تعطى لهذه الفئه، دعني اسمع راي الاستاذ عبد الكريم مزهود عاد الينا، مرحبا بك استاذ عبد الكريم مزهود. مساء الخير سيدي المحترم. اهلا بك استاذ عبد الكريم مزهود. مرحبا الحمد لله. رئيس جمعيه المعاقين للتحدي والصمود، اسم هذه الجمعيه اسم يعطي ويحيي الامل في نفوس هذه الفئه الاجتماعيه، ما تعليقك على ما يحدث من احتقار من نظره لهذه الفئه الاجتماعيه وكيف هو حالها في هذا اليوم الوطني؟ والله يا اختي كريمه ما زال حالها تسمعني استاذ عبد الكريم مزهود؟ والله الصوت لا غير جيد، الصوت لا يصلنا اطلاقا من استاذ عبد الكريم مزهود، سنحاول ايضا الاتصال به مجددا. استاذ الياس نعود اليك، كنت قد تحدثت عن هذه المنحه،
نحن نعلم أن هذه المنحة إذا يعني تحصل عليها هذا الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة سيطالب ب 13 أو 15 وثيقة تقريبا، ما تعليقك؟ والله قبل كل شيء المنحة هذه عندها 10 سنين أو أكثر، ممكن ما يعني ما لم تغير، يعني 4000 دينار اللي هي تعتبر 20 أورو، 20 أورو يعني المعاق في 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 فرنسا ياخذ حوالي 40 مرة واش ياخذ هذا ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم، هذا اذا تدل على ان هذه السلطة غير مهتمة تماما. وانا انا واحد شاهد مع المرضى المعاقين في اطباء يقول لك هذو فوتهم خدمة حياتهم، ما تعلقوش بهم، حتى فيه مثلا الاطباء هذو، فيه اطباء وانا شاهد على ذلك. يعني هذا اذا كان طبيب يا اقسميه وامام المريض ويقول للام لا تهتمي به، هذا فكري باطفال اخرين، اي مجتمع هذا يا اقسميه؟ نعم، اي مجتمع هذا؟ فانت المسؤول اذا كان الطبيب بهذا لا كونسيونس، بهذا الضمير، الضمير الغايب، فذلك المسؤول يراه. مش حتى نتكلم على التعليم الأقسمية، التعليم مثلا الأوكسيليير تاع ليدوكاسيون اللي هو عون التربية اللي يكون مثلا مع الطفل المعاق أو ذوي الاحتياجات الخاصة ياخذ 5000 دينار في الشهر. يعني هذا والله نعم استاذ الياس فيلالي، هناك دعوه لرفع منحه المعاقين الى 18000 دينار جزائري، هل فعلا سترفع لهذه؟ وهل هذه المنحه ايضا ستكفي احتياجات هذه الفئه؟ لا ما تكفي اليوم، احنا الدينار في انهيار، في ما من يوم يمر الا والاسعار ترتفع، ما من يمر الا والاسعار ترتفع. انا بعد قبل ساعه من المجيء الى هنا معكم معكم لحظه الحصه، اشتري دواء الاسبوع الماضي كان 1000 دينار، اليوم والله اقسم به 1200 دينار. نعم، اسبوع فقط زاد ب 20%. يعني اليوم المسؤولين هذو والله يا ريت يخرجوا ويروحوا مع يصرفوا 4000 دينار هذو، اللي والله اللي كوش الحفاضات ما تكفيهم الحفاضات. وبالتالي نقول لك الرسوميه الامر خطير جدا، لولا الجمعيات اللي راهي رافده كثير من العبء هذا النظام الفاسد، النظام الفاشل، نظام السرق. يعني اليوم تمشي للمحلات الرسوميه والله ما فيش محل يقول لك ما عنديش ديون الا القليل. استاذ ياس فيلالي اذا سمحت ابقى معي، اذا ابقى معي عاد الينا الاستاذ عبد الكريم مزهود، مرحبا بك مجددا استاذ عبد الكريم. سمية. والله الحمد لله بخير، نحن نسأل عن حالكم أستاذ عبد الكريم. أسمحي لي أستاذ سمية ندخل في الموضوع، فاصل ما غادة تعال تقطع المكالمة. نعم تفضل. وليس لسبب انقطاع. والله أختي شوفي، أنا ما زلت منها ما زلت لا حالة، ما زلنا إلى يومنا هذا 600 طلب في الشهر. والله إلا راني هذا المشكل راني حاير فيه، راني الوقت حاير. هل الناس مسلمين يصليوا يروحوا للجامع يعرفوا ربي، يسمعوا القران، يسمعوا الاحاديث، يسمعوا كل شيء، يعني كذا حتى يعني ما زالوا قافلين البقعه على 300 درجه. هذا موضوع. كاين موضوع اخر حبيت نقول لك عليه اختي. تفضل. شوفي اليوم شخصيا، انا شخصيا تصلت واحد الانسان نهضر معاه قلت له دي نورمالمون المعوقين تاعنا، حنا عندنا حق في الفيفر سوسيال على الاقل ديرنا كيما نقولوا كادو تفكرونا حاجه. واش قال لي؟ قال لي بلي والله غير نسينا بلي العيد المعوقين تاعكم لو 14 مارس. ضحكت. يعني قلت له كيفاه مده 15 سنه وانا نخدم معاكم واليوم تنسى بلي عيد المعوقين بلي كاين في 14 مارس. يعني حتى اليوم نسي من قبل البعض استاذ مزود. نسي من قبل البعض. نسيناه خلاص هكذاك. هذا من بعد كنت نتناقش في هذا الموضوع على هذا الموضوع راح نهضر عليه على جرح كيما نقولوا الناس الشعب الجزائري والناشط الحكومه والناشط كل المواطنين على وجه ربي يخليونا نقدر نمشيو برك هذا مكان نقدر نمشي نقدر الناس نمشيو والله نقدر نمشي انا شخصيا ما نقدرش نمشي لا شوفي الرصيف تاعنا في بلاد برج بهراريس وهذا مشكل عام على مستوى الجزائر وكل على مستوى الوطن الجزائري الرصيف كي شوفي واحد حط في يديه الشوايه واحد حط قشو في الطريق واحد حط قط في الجدار واحد الحلو تاعو خرجوا برا حاطه وكل برا يرحم والديك فاهميني
المكفوف يقدر يمشي براسي. يعني هذه مسؤولية الجميع أستاذ مزهود، يعني ليست مسؤولية السلطة فقط. مسؤولية الجميع، مسؤولية الدولة هي الأولى، الدولة هي المسؤولة عن الشيء هذا، هي اللي قادرة تنهي عن الناس والله كيما يقولوا تدير لهم الردع ولا تدبر راسها. يرحم والديك أنا مكفوف وليت نمشي مع الطوموبيلات في الطريق وليت نمشي مع السيارات خلاص. ليه؟ باسكو السيارة كي تعود هكذا هي نسمع تفتحها وفيق بها هكذا جاية. بصح كي تعود الفريجيتير محطوط في الطرطوار على الشوايه فوق الطرطوار. والله أشوف هنايا عين نقدر نقول فيها تتحرك هنايا. تتحرك هنا وتتحرك الشوايه تتحرك الدنيا كل. عليه؟ واش حرام عليهم؟ نعم أستاذ. أنا من فين؟ أنا نقول لك حاجة والله صدقيني يا يوم القيامة أنا راح نسامح إنسان في هذا الشيء. والله صدقيني شوفي كان واحد الموضوع جدا تقول لك كاين إنسان. نعم. عنده محل في ولاية مرفوع ريش. عنده النفوذ. عنده قوة كبيرة الله يبارك، عنده عم وامي ولاية. أنا الإنسان شكيت فيه ليه؟ ليه شكيت فيه؟ باسكو دايرنا طرطوار عالي بزاف، أي معوق يجي لازم والله كيف غير يقدر يتكسر. شكيت فيه قلت لهم يا ناس روحوا شوفوا كيف راه كسر راسي وكيف راه داير في وسط المشكل تاعو. والله غير شوفي شكيت للشرطة، شكيت للمديرية البيئة والعمران، شكيت الدنيا كل، والله واحد ما على باله بيا. نعم. أستاذ عبد الكريم مزودي إذا سمحت ابقى معي أدعوك وأدعو المشاهدين الكرام إلى متابعة هذا الفيديو ثم نعود نواصل مناقشة موضوع اليوم. أنا مواطن جزائري معاك. معاك. حشوهي منش مواطن جزائري. الحمد لله. بلادنا. حرة مستقلة، لكن أنا مانيش عايش وهي مستقلة، أنا عايش راهي بذاك الاستعمار، علاه؟ لأنني ما عادش نتاعو في الدولة، الدولة عايشة فيها واحد، يا سلام، يا يحيى، مش راكم تشوفوا، قولوا لي يا هنتارة في اليوم قداش تصرفوا. تصرف على رواحكم برك، قولوا لي في اليوم بدا تصرف على رواحكم برك، تعطينا 400 ألف في الشهر، 400 ألف في الشهر هذا واش دير لنا؟ حاجة فيكم عايشين في وحدكم، نطمنكم تسلفوا لينا، دولة تجي تخاسر، أنا الحمد لله، أنا نمشي ونشوف، أنا الحمد لله، أنا نمشي ونشوف. لكن كاين اللي راه في الكلام منشترك من طلب منكم الصداقه ما تصدقوش علينا كان عندنا حقوق عطوه لنا كان عندنا حقوق قولوا لنا ما كيفش مواطنين قولوا لنا ما كيفش مواطنين جزائريين هذا من كبرك مش كل جيش الوطني اللي راه مخليكم عايشين في راحه مش كل جيش في كل من كل ناحيه من الشرق الى الغرب ومن الشمال حتى الجنوب صرخة مواطن معاق الياس فيلالي أستاذ الياس أنت كنت من صورت هذا الفيديو ما تعليقك يعني خاصة الرسالة التي كان يبعثها للحكومة يقول يا سلال ويا ويحيى كم تدفعون أنتم كم تصرفون على حالكم أنتم ما تعليقك أستاذ الياس والله العظيم يعني الشاب هذا يعني والله اول مره شفته كان صراحه تاثرت كثير وكلامه كان خارج من القلب متاثر معاني من الفقر من التهميش من الحقره يعني وكان حتى حتى في التكلم مسكين كان يعني ما قدرش ولكن الحمد لله الرساله تاعو وصلت يقول لهم انا ما نحس روحي جزائري والانتماء هذا اذا كان النظام هذا وهذا هذا الدوله هذه اللي ما زالت تحد اعتبار يقول لك انا مش جزائري وله الحق بذلك لانه ما يحس انه عنده حق في هذا البلد. في وقت الناس عايشه في رفاهيه وتبعث اولادها يعني تبعث اولادها للتمدرس في الخارج والتحوال والاموال الطائله على ولي كونترا وعندهم شركات كبيره تلقى 20 والمسؤول 20 25 سنه مليونير بالاورو سيدي مليونير سيدي يعني بالاموال سيدي ارشي ملياردير يعني وبالتالي هاد الناس ما عرفش حاسين بهاد المعاناه يا اخي حنا كلهم عطوا لهم يا خوف الله يا خوفنا يا ناس خافوا الله
واعطوا لهم يعني لقمه لقمه على الاقل لكرامتهم لتحفظ الوجه تاعهم. في كثير من هذا نتكلم عن المدن الكبرى، ما بالك في الجزائر العميقه اللي ما يعني ما لا الاحباء غير موجودين حتى الخلاص. حتى الاباء نتاعهم كما قلت لك في الاول امر، الاباء نتاعهم وصل بالغ الدين الزباء والله لا تفهم جملتهم. وبالتالي تشوف كثير وانا نتول في الشوارع الجزائر العميقه مدن، فتلقاها تلقاها مساكن كل اهمال كبير من طرف الوالدين اللي ما قدروش، وبالتالي تلقاهم في الشارع كل اليوم طالقينهم في الشارع. اذا كان حتى يطلبون المساكن وياكلوا برا وتشوفوا حالتهم المزريه لان الدوله غايبه، ما فيش دي سونتر بور حتى المجانين الاختوبيه، المجانين الدوله ما دارت استراتيجيه وما بناتش يعني مستشفيات. يعني حتى المجانين هم من ذوي الاحتياجات الخاصه يعني معاقين عقليا. نعم نعم، وفي مجانين ممكن علاجهم، ولكن يعني عدم التكفل بهم وعدم يعني اعطائهم الفرصه في العلاج يعني الامر زاد عليهم وتأزمت عليهم وصبحوا يعني حتى يعني خلاص حتى الوالدين ما قدروش. انا شفت استاذ الياس فيلالي، رابطة حقوق الانسان الان تدق ناقوس الخطر وتقول تطالب بحماية المعاقين، تقول تتم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية. والله ناقوس الخطر، احنا من زمان احنا دقينا ناقوس الخطر، ولكن لقد اسمعت لو ناديت حيا اقسمي ولكن لا حياه لمن تنادي. هذا النظام فاسد مفسد ومن المستحيل ان يصلح. من المستحيل انسان يعيش في رفاهيه ومش تليفون نهار كامل مزهي بالزفر نتاعو، مزهي بالشركات الخاصه، مزهي بولاده، مزهي بالسفريات ومزهي بصحابه. مستحيل انه يخدم هذا تاع الزوال. شفتوا يعني والد الولاد كيف كان يتكلم بالزراعه واحتقار كانه هو استغفر الله رب هذا، وحاشا لله ان يكون متكبر، حاشا لله. يعني تلقاه مسؤول يعني يتكلم بالزراعه وكانه هو الراتب وهو المانع وهو الضار. نعم يا اخي، هذه البلاد هذه واحد مكتبها على ماشي مكتوب على اللي عنده ورقه ان هذا البلد أقول يا خويا يجيبها لنا ممكن نخرج من بلاد هذه البلاد وهذا المال الشعب وهذا المعاقين وهذا الفقراء ماهمش محتاجين صدقه. استاذ الياس اذا سمحت ابقى معنا استاذ الياس اذا سمحت. تنضم الي الان الاستاذه زهره فاسي. الاستاذه زهره فاسي هي محلله اجتماعيه ونفسيه، مرحبا بك استاذه زهره. مساء الخير اختي، حياك الله. تحياتي، شكرا على تلبيه الدعوه استاذه زهره فاسي. معاناه يعيشها ذوي الاحتياجات الخاصه، هذه الفئه المحقوره المنسيه، هذه الفئه المهمشه تعيش في صمت في مجتمعنا الجزائري. يعني كيف نرى هذا اليوم وهي تحتفل بيومها الوطني، كيف نرى هذه الفئه في هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا انتمي الى مجتمع مدني، اي ناشطه في مجتمع مدني، والمجتمع المدني فيه عدة جمعيات وعدة منظمات تتكفل بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم في الجزائر نحن نسميهم ذوي الإرادات الخاصة، لأنهم أظهروا فعلا ذكاء خاصا وقوة شخصية خاصة. أذكر فقط بأن اهتمام الدولة بهم ظاهر جدا، لأن لهم تغطية اجتماعية وضمان اجتماعي ولهم منحة شهرية دون أن يعملوا. المنحة التي تقدر ب 4000 دينار جزائري دون أن يقدموا، لهم تغطية كاملة في الضمان الاجتماعي. يعني حتى وإن اشترى بقيمة 10000 دينار جزائر أدوية يشتريها دون دفع أي سنتيم، وله فوق هذا 4000 دينار جزائري شهريا دون تقديم اي شغل. يعني هكذا منحه. لكن من واجب تاريخية. الدوله من واجب الدوله ان تتكفل بهذه الفئه. نعم، وفقط افيدكم تاريخيا بان في سنه 1962
رغم معطوبي الحرب ورغم المعاقين ورغم الحوادث التي خلفتها فرنسا، كان هناك 8 مؤسسات مختصة فقط. في 1999 موجود 190 مؤسسة مختصة. بين 1999 و 2018 هناك 412 مركز متخصص بفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، زائد التغطية الأمنية كاملة، وزائد تلك المنحة ب 4000 دينار جزائري. أستاذة زهرة فاسي، ماذا عن الإدماج؟ نعم. ماذا عن إدماج هذه الفئة في مجال التوظيف في المؤسسات الحكومية والخاصة؟ هذه الفئة عندها 1% نعم. فقط من يعني من تعداد عمال المؤسسات الحكومية والخاصة. كيف ترين هذه النسبة؟ أقول لك بأن قانون، هناك قانون حماية المعاق. هذا القانون يعني أن الإنسان الذي يتعرض إلى حوادث مرور أو معاق من الولادة أو معاق بسبب مرض مزمن، مباشرة عندما يعلن إعاقته تتكفل به الدولة مباشرة. ونحن لنا قانون خاص لحماية هذا المعاق، أي ذوي احتياجات خاصة. وأظن أن هناك عدة دول لا تقوم ما قامت به الجزائر لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصبح الآن يوظفون في المدارس حتى المقعدين على كراسي متحركة يوظفون كحراس فقط أو للاستقبال. نعم، ابقي معي إذا سمحتي. نعم. أستاذة زهرة فاسي، إذا سمحتي ابقي معي، أعود إلى ضيفي الأستاذ عبد الكريم مزهود. أستاذ عبد الكريم مزهود، استمعت إلى مداخلة الأستاذة زهرة فاسي باعتبارها محللة اجتماعية ونفسية وأيضا ناشطة في المجتمع المدني، تقول أن الدولة تكفلت بهذه الشريحة الاجتماعية، أعطت لها المنحة التي يجب أن يعني تستحقها، التكفل الصحي، التكفل التأمين، التكفل الاجتماعي. ما تعليقك على ما تقوله الأستاذة زهرة فاسي؟ عبد الكريم مزهود، أستاذ عبد الكريم معنا؟ نعم. ماشي أختي، معاك. تفضل. أول كلمة واش نقول لها؟ نقول لها حسبي الله ونعم الوكيل بك يا أستاذة، حسبي الله ونعم الوكيل بك، حسبي الله ونعم الوكيل بك. أنا شخصيا مكسوف بصر ومقطوع أصبع من يد اليمنى، والله في حياتي ما سرقت الدواء ولم أسدد فيه. نعم انا للرومبورسي وخدام عامل، انا اللي خدام موظف، انا اللي موظف ونروح الرومبورسي الدواء نشريه ويقول لي عندك الطاري ديري في راس هذه وحده، وعندك هذه تشلك منها شويه وشويه تخليها هذه زوج، هذه عندك زيد نقول لك حاجه اخرى. انا شخصيا يجيو علي الضرائب اللي يجي نسلك اللي يجي انا اللي يحول لي يجيب اللابلاي تاعي، هاكي تسمعي؟ نعم نعم. هاكي هاكي راه في الجباي تاعي وريها لها، إلا بغيت تصور راه في الجباي تاعي تشوفها وتعرف اللي يحولي منها اللي يجي. اسمع، قلت لها قال لك خافوا من ربي، على الأقل على الموتر دي شوز، على الأقل نحيو لنا اللي يجي، هذا مكان ضارب حتى، أبوها وقت ضاربة. شو السبعة هذه؟ هذه واحدة. يعني شوفي ما كاين أحوج بزاف. روحوا للإدارات يتدرك عليك الإنسان ويقول لهم اللي يقولوا له مش هنا، باسكو لا أنا ما شفتوش بعيني، وكل سيد ينطق لي قودري ويقول له بلي هنا أنا كتبتك من قودري أو يتعرض للمشاكل اللي يديوها الحبس يصرى فيها ما يصرى. نولي نخرج وما نقضي شغلي. أنا قلت لك أنا شخصيا أقسم بالله الذي لا إله إلا هو رب السماوات والأرض، غير نروح لافارماسي، غير نشري الدواء بلا كارت شيفا ونزيدو طاري ديري في روس لازم نزيدو لازم. وساعة يقول لي عندك الحق تربى الدور طروس باسكو راك ربت تزر طروس في تروا موا لازم تفوت عليك 3 شهور، تسمى لازم نمرقو 3 شهور، كل مرقو 3 شهر لا موت مقبول خاطري. أستاذ عبد الكريم مزهود، هناك يعني من ينادي بأن تكون هذه المنحة التي هي 4000 دينار جزائري أن تصبح 18000 دينار جزائري. هل هذه المنحة المطالب بها ستكفي أو تتكفل بكل احتياجات هذه الفئة؟ يا أختي سمية سامحيني، قلنا لك المنحة ماهيش 400 درهم،
راني نقول لك المنهار هي 300,000 لا 400,000 راني مدوا فيها للناس متعدد الإعاقة، لازم يكون معوق حركيا ومطوف أو معوق حركيا ومجنون أو معوق حركيا وعنده كما يقولوا منظور. أنت المهم 400,000 راهي متعدد الإعاقة، وإذا عرف إنسان عنده إعاقة واحدة يدي 300,000 هذا ما يدي. أنا حبيت نقول لهم حاجة، أنا إنسان كان معايا صديق ليا حضر مرة في واحد الفندق في أفر ميسيون كي لحق الفندق هذا والله الشلة يبيعوه في الأكل في الفطور برك هذا كان في الفطور تاعهم كي يعطوا في دي جوني. شوف الناس يفطروا الحليب والخبز وش كان هو يحكي لي شخصيا وش يقول لي أقسم بالله غير كان هذي بالحرف الأصغر قال لي كينا تكلا في الفطور الكونفيتير لقينا تيشير بأنواعه لقينا كذا وكذا 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 وكذا. يعني يا هل ترى الأموال أكل تصرف والأموال أكل تهدر والمعاق مسكين مثلا إلى يومنا هذا يزيد الطريق في ريفيرونس والدواء ويدي 300,000 في الشهر ما تزيدش تقول 400,000 برشا في 600,000 على ظهورنا. لا لا يا أختي سمية من فضلك ما تقول 400,000. نعم أستاذ عبد الكريم الزودي إذا سمحت ابقى معي، أعود إلى ضيفي الأستاذ الياس فيلالي. أستاذ الياس فيلالي، تحدثت ضيفتي الكريمة أستاذة زهرة فاسي المحللة الاجتماعية والنفسية عن ذوي الاحتياجات الخاصة، قالت أن المنحة هي تكفي هؤلاء لأن الجزائر تكفلت بهذه الشريحة من الناحية الاجتماعية من الناحية الصحية من ناحية يعني التضامن الاجتماعي. كيف تعلق على ما قالته الأستاذة زهرة فاسي؟ والله هذه المحللة الاجتماعية والنفسانية ممكن عايشة في بلد ثاني، ما أنا مش عايش معها في هذا البلد يتكلم عليه هي. أنا نعطي لها 4,000 دينار، أنا نقول لك أنا هذا راهو الأستاذ عبد الكريم الزهود يقول 3,000 دينار. 3,000 دينار نعم، 4,000 دينار متعدد في تعدد إعاقة. 3,000 دينار نعطيها هذه الأخت ظاهرة هذه تروح تتعشى به تاكلها شو هي؟ تاكلها في فطور واحد. حرام عليك يا الأخت فايزة أنك جيت تلمعي صورة النظام الفاسد وتجي هنا تعطينا أرقام وتغلطي في الرأي العام، لأن احنا عندنا نمشيو في الميدان وعايشين مع المعاقين وعايشين مع المعاناة ونبكيو معاهم وشفنا الجوع نتاعهم وشفنا العراء نتاعهم وشفنا الحكرة والازدراء. أما تجي اليوم وحدة عايشة في رفاهية وعايشة مع الوزراء وعايشة في البلاطوهات تاع التلفزيون ما تعرف على الجزائر العميقة إلا القليل وتجيب وتلمع في صوت في صورتها. أستاذ الياس فيلالي، زهرة فاسي انضم عادت إلينا. أستاذ زهرة فاسي ماذا تقولين أستاذة زهرة فاسي على ما يحدث في المجتمع الجزائري؟ يعني حالات اجتماعية تعاني فعلا في هذه الفئة. أنا كلامي واضح، أنا تكلمت عن الضمان الاجتماعي وعن المنحة التي تتراوح بين 4,000 و 3,000 دينار جزائري، لم أقول التكفل الاجتماعي التام. هذه الشريحة المحترمة من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقدمون أي فعل، يعني لا يقدمون أي شغل، ولكن الدولة تكفلت بهم من ناحية الضمان الاجتماعي، أي مهما كان ثمن الأدوية فإن الدولة تعطيهم الأدوية مجانا. لكن أنا ما يخيفني الآن ليس إخواني ذوي الاحتياجات الخاصة وإنما المعاقين فكريا وضميريا ضد الجزائر. الذي كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أقول له الحمد لله إن الله وكيلنا جميعا ويرى المتملقين والانتهازيين والمنتفعين الجاحدين من خيرات البلاد والمنتفعين من الدولة والجاحدين، لأن إعاقة الضمير أصعب من الإعاقة الحركية. وانا احيي اخواني ذوي الاحتياجات الخاصه. والله حابه استاذه زهره فاسي اذا سمحتي حابه اطرح عليك سؤال. يعني انت باعتبارك محلله اجتماعيه ونفسيه، هل بامكانك ان تعيشي في الجزائر اليوم تعيشي بهذه المنحه؟ وعندك انت ضمان اجتماعي، عندك المستشفيات مجانا، عندك الادويه مجانا، تقدري تعيشي بهذه المنحه؟ أولا فقط أجيب السيد الذي قال هذه غنية والبلاطوهات إلى آخره، أنا ابنة الشعب الأحياء الشعبية وابنة الدولة العميقة وناشطة في المجتمع المدني، وأظن أنهم الآن الجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة
يشهدون ما هي المجهودات التي قمت بها لصالح هذه الجمعيات وإخواني ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا يعني ما زلت أستاذة زهرة فاسي لم تجيبي عن سؤالي، هل فعلا هذه المنحة هذا الرقم هل تستطيعين العيش به في الجزائر اليوم؟ إذا كان هذا المعاق متكفل بصحته 100% يعالج مجانا في المستشفيات ولديه منحة ويأخذ الأدوية مجانا، فلماذا هؤلاء لا يقومون بأي عمل؟ يعني من مثلا ليس له يد فقط أو عنده رجله مثلا مبتورة. والله أستاذة زهرة فاسي خلينا نقول 5000 دينار، خلينا نقول 5000 دينار أو 10000 دينار في الجزائر. لا أنا أقول بأن اسمحي لي عزيزتي تفضلي، أنا هذا الذي يعاني من هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة الذين الدولة يعني عندها قانون خاص لحماية المعاقين في الدولة، حمايتهم من الحوادث وهم نسبة كبيرة، تكفلت بهم الدولة بالعلاج مجاني والدواء المجاني زائد منحة التي يأخذونها دون تقديم أي شيء للوطن. يعني كيف تطلبين منهم أستاذة زهرة فاسي، كيف تطلبين منهم أن يقدموا للوطن وهم معاقين؟ هم حابين الاندماج، حابين أن يعيشوا وسط هذا المجتمع، يقدموا بمقدورهم. يعني هناك نسبة 1% للتوظيف في المؤسسات الحكومية والخاصة، كيف تطلبين منهم أن يقدموا لهذه الدولة؟ تفضلي. الإعاقة فيها نسبة، فيها نسبة طبعا، النسبة صغيرة للإعاقة، موظفون الآن موظفون ويجتهدون ويعملون، تجاوزوا الإعاقة بكثير، هناك من اشتغلوا في أشغال يدوية فأصبحوا يشاركون هذه الصناعة التقليدية، يقدمون ينتجون يجتهدون، ولكن عندنا شريحة تعيش من هذا الضيع الصغير ولا تريد تقديم أي شيء. واضح. أنا رأيت في بلدان أجنبية أشخاص على كرسي ليس لهم رجلين ولكنهم يشتغلون في الإعلام الآلي، ممتازون، يقدمون خدمات جليلة لبلدانهم. واضح. يكفينا كسلا والاختفاء وراء الإعاقة، لأن الإعاقة ذهنية وليست حركية. أشكرك جزيل الشكر. وهؤلاء الذين يكذبون على البلاطو يقولون السيدة فاسي، أقول لهم فرق كبير من يتكلم كلاما سابقا ومن يحقد على بلده. شكرا جزيلا أستاذة زهرة فاسي المحللة الاجتماعية والنفسية، كنت معنا من الجزائر. أعود إلى ضيفي الأستاذ عبد الكريم مزهود. الأستاذ عبد الكريم مزهود، أنت رئيس جمعية المعاقين للتحدي والصمود، تقول أستاذة زهرة فاسي أن هناك فئة لا تقدم للدولة الجزائرية وتطلب الإعانة من هذه الدولة، كيف تعلق على هذا القول؟ أنا واش نقول لك؟ شوف نقول لك، أنا مانيش حاب نجرح بزاف، أصلا بكون نبدا نجرح راني نبدا نجيس وصدري مضروب، ونقول لك الكبير يقول لك ماشي تقبل دولة غير اللي كواتو ولا اللي مكفوف ماشي هي اللي مكفوفة، هذه وحدة كذلك. اثنين، قول لها لماذا هذا التناقض؟ لماذا تتناقض في الكلام وانا كنت اسمعك جيدا واتفهمك جيدا؟ كنت تقولين في المره الاولى ان المعوق ما قدم شيئا للجزائر، هذه اولا، ثم ثانيا قلت هناك معوقين يعملون في الحكومه وكذا وكذا. كيف هذا ليس بتناقض امام الشعب كله يسمع بان هذا تناقض؟ لماذا هل عليك هذا الشيء؟ ألا تخافين من الله؟ ألا تخافين أن الله ينتقم منك؟ وإذا انتقم منك الله لا يحميك أحد، سواء كان مسؤولاً أو غير. والله أستاذ عبد الكريم الزود، كل واحد يرى القضية من منظوره الخاص. يعني دعنا نسمع إلى سيدة سمية. نعم سيدة سمية، دعيني أكمل كلامي. تفضل. أول حاجة أنا حبيت عندي نداء حبيت نديره فقط بعد النداء نقول لك الشيء. نعم. أنا ندير نداء السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والسيد أحمد يحيى والسيد وزير الداخلية والسيد وزير الضمان الاجتماعي والسيد وزير التضامن، يا ناس
أن المدفوع إذا أراد الذهاب إلى العمل أعلمه بلي أنه راه صباح يدي سيارة أجرة وهو استخدام يجيبه سيارة أجرة ويجيبه سيارة أجرة والعشرة سيارة أجرة، يعني والله نصف المبلغ تاعه اللي راه يديه قضاه والله غير راه يديه سيارة أجرة. الله يهديكم وربي إن شاء الله يحفظكم وربي ينظركم، على الأقل نحيوا الناس ضرائب اللي يرجي برك، هذا ما راه نطلبوا، نطلبوا اللي يرجي نحيوا لنا، على وجه ربي نحيوا لنا، هذا مكان هذا هذا من باب ومن باب الناس اللي مساكن مش خدامين، خافوا من الله طلعوا لهم المنحة، احنا معليش نحيتوا لنا المنحة، قلتوا إنسان خدام نحينا له المنحة، قادرين باش نحيوا المنحة، ما نبكي والو معليش مش مشكل، بصح خافوا وربي يجي ناس كي راهم مساكن ما لقاوش خدمة طلعوا له المنحة، أنا مكفوف ماكي حتى تطلعوا لي الحال المكفوف هذا وراه معوض، وما نديش ما نديش، راني خدام الحمد لله. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الكريم مزهود رئيس جمعية المعاقين للتحدي والصمود، كنت معنا من الجزائر. ينضم إلي الآن الأستاذ العيد سعد باحث وداعية من بسكرة، مرحبا بك الأستاذ العيد سعد. مرحبا بك الأخت والسلام عليكم، وأشكركم وأشكر كل مشاهدي ومستمعي قناة المغاربية الكرام. شكرا جزيلا أستاذ العيد سعد على تلبية الدعوة. والله يا أستاذ العيد سعد ديننا الحنيف هو يعني دين التسامح، دين الرحمة، الله سبحانه وتعالى وصف رسالة نبينا محمد قائلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما يعانيه ذوي الاحتياجات الخاصة من تهميش، من نسيان من قبل المجتمع ومن قبل السلطات المعنية يعانونه في صمت، يعني كيف ترى الجانب الديني، كيف يجب أن يكون هذا المجتمع، هذا التكافل الاجتماعي أستاذ العيد سعد؟ أولا أختي من ناحية المبدئية ومن ناحية الشرعية، إن الإسلام هو دين كما قلت هو دين رحمة وتكافل ودين إنسانية كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والإسلام وضع نظام تكافلي متكامل بحماية أصحاب الحاجيات الخاصة كالأيتام والفقراء والأرامل وغير ذلك، وقام بإعداد مجموعة من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث الفرد والمجتمع على ضرورة الاعتناء بهذه الفئة المحرومة والتي بحاجة ماسة إلى مساعدة، كقول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى غير ذلك، وقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وجاء في أحاديث كثيرة الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وجاء في الحديث أنا وكافر يتيم كهاتين، وأشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه أو أصابعه السبابة والوسطى. كما قلت ذكر القرآن الكريم مسألة جد هامة بحيث لن يفرق بين علاقة الفرد بربه وعلاقة الفرد بإخوانه وخاصة الضعفاء الذين هم بحاجة ماسة إلى مساعدة. عندما سأل أو تساءل أصحاب الجنة وهم أصحاب اليمين عن المجرمين وهم أصحاب النار قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وذلك علاقة الفرد بربه، وقالوا لم نكن نطعم المسكين، وذلك علاقة العبد بإخوانه الضعفاء والمساكين. فإذا الإسلام حدد المسؤولية، مسؤولية المجتمع كأفراد وجماعات، ومسؤولية الدولة وعلى رأسها الحاكم، لأنه هو المسؤول الأول على صيانة وكرامة هؤلاء المواطنون. فالمسؤولية هنا مسؤولية قانونية ومسؤولية شرعية. نعم. ويكون آثما سواء الحاكم أو الفرد. أكيد أن الأستاذ سعد واصل. ويكون آثما
سعد. ويكون آثما سواء الحاكم أو الفرد إن ضيع أو مات أحد المواطنين جوعا أو مات من شدة الحاجة أو المرض ولم يقدم أو لم تقدم له يد المساعدة. واضح واضح مسد. تحدثت عن المسؤولية، مسؤولية الدولة، مسؤولية المجتمع، المسؤولية بين الأفراد. يعني كيف يجب أن أنتم باعتباركم داعية وباحث في المجتمع الجزائري، كيف يجب أن ندفع هؤلاء إلى التلاحم، إلى التراحم، إلى الاتصال فيما بينهم، خاصة أن هذه المسؤولية مسؤولية الجميع كما قلت؟ نعم، أولا ضرورة رفع اليد عن الخطاب الديني وضرورة رفع اليد عن العمل الخيري، بمعنى أن نترك المجتمع وأن يتحرر المجتمع بفعل الخير، وأن نقنن وأن نعمل على تفعيل هذه الجمعيات حتى تقوم بدورها، ولا يكون مجرد عمل الخيري مجرد ديكور أو للشفقة أو للامتنان أو لتخديم أو لخدمة لأجندة أو مرحلية. يجب أن يكون هناك عمل متكامل بين الخطاب الديني. والله انقطع الخط للأسف من العيد ساعد. أشكرك الأستاذ العيد ساعد الباحث والداعية، كنت معنا من بسكرة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعود إلى ضيفي الأستاذ الياس فيلالي. أستاذ الياس فيلالي، تحدثنا عن هذا التكافل الاجتماعي، تحدث شيخنا الفاضل عن مسؤولية الدولة، مسؤولية الأفراد أيضا. كيف ترى هذه المسؤولية، كيف يتقاسم هذه المسؤولية الأفراد والدولة باعتبارك أنت ناشط في المجتمع المدني أستاذ الياس فيلالي؟ والله قبل الرد على سؤالك، يعني نحيي الأخ عبد الكريم من البرج، وهذا الأخ من بسكرة، الأخ هذا الباحث نعم العيد الناشط في بسكرة العيد. نعم ما شاء الله، أنا كل مرة نسمع التدخلات تاعه، ناس يخافون الله، ناس يقولون الحق، ناس يعني عندهم ضمير. يعني الأخت جات تقول لي نحن المعوق الحقيقي هو اللي من يدافع عن نظام فاسد يضرب الطبيب ويهين المعلم ويحتقر ذوي الاحتياجات الخاصة. نحن لا، المعوق الحقيقي هو من يكذب على نفسه، هو من يكذب على ويدافع عن نظام، نظام شهد شاهد من أهله أنه نظام فاسد. فنحيي الأخ الكريم ونحيي الأخ عبد الكريم، لأن كلمة الحق، الحق يعلو ولا يعلى عليه. نحن نعيش مع هذه الفئات ونعيش معاناة ونعيش يعني أمالهم وألامهم معهم، فكيف بإنسان يجي ويكذب ويعطي أرقام غالطة ويكذب ويغلط الرأي العام؟ هذا يعني كلام مردود عليها، مردود عليها. وشفت الطريقة اللي هاجمتني، نحن لسنا أعداء هذا البلد، نحن نحب هذا البلد بدون شروط، ولسنا أعداء لهذا البلد، بل نشتغل ونعمل بدون راتب، بدون راتب. مش مثلها هي تأخذ الرواتب منها وتدافع عن وجوه بائسة وعلى نظام فاسد بشهادة الجميع وبشهادة الشعب الجزائري برفضه على هذا النظام الفاسد. فنحيي الإخوة ونقول أن دور الدولة كبير، ويوحكم أمام رب العالمين أمام من هذه الواجبات والتفريط في هذه الشريحة التي هي في حاجة يعني فقط لتعيش بكرامة. شكرا، مشكور جدا الأستاذ الياس فيلالي الناشط في المجتمع المدني، شكرا جزيلا لك على صبرك معنا وبقائك معنا طول هذه الحصة. مشاهدينا الشكر موصول إليكم أنتم على حسن المتابعة، الشكر أيضا لضيوفي الكرام الذين شرفونا بمداخلاتهم كل واحد باسمه. وفي الختام ما عسى أن نقول إلا مهما كان نوع الإعاقة التي يعاني منها الشخص لا يستوجب التقليل من قيمته وقدرته بين أفراد المجتمع، بل من الواجب علينا دعمه وتشجيعه وتنمية قدراته ليكون مصدرا
للعطاء ناجحا ومنجزا في مجتمعه في مجالات متعددة لا عالة عليه ولا على ذويه. أشكركم مشاهدينا وإلى اللقاء.